قم بشراء أجمل الملابس الرياضية من موقعنا واحصل على خصم 5%. أجمل القمصان بأقل الأسعار وبجودة عالية لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط الموقع وكود الخصم في صندوق الوصف. أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من سلسلة ميد سبورت حصاد الأسبوع، والتي نعتذر لكم على تأخرها هذا الأسبوع بيومين عن المعتاد لظروف خاصة، وإليكم أبرز العناوين. ريان يبكي العالم بما فيهم نجوم الكرة، أسود التيرانغا تتسيد أفريقيا، عقدة الكأس مستمرة مع ريال مدريد، وغاريث بيل يسخر من هازارد، زياش يصدم المغرب باعتزاله نهائياً، ضربة جديدة لغرينوولد، مبابي يعلق على خبر اتفاقه مع ريال مدريد، كريستيانو شرط زيدان لتدريب باريس سان جيرمان، والمزيد فابقوا معنا. أسود التيرانغا تحكم القارة السمراء. البداية مع كأس أمم أفريقيا التي أسدل الستار على منافستها بتتويج منتخب السنغال باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على مصر في النهائي بركلات الترجيح، فيما حصل منتخب الكاميرون على المركز الثالث، وحل منتخب بوركينا فاسو رابعاً، وفردياً حصل ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ومواطنه إدوارد ميندي على جائزة أفضل حارس، كما توج الكاميروني فينسنت أبو بكر هدافاً للمسابقة بثماني أهداف، وحصل مدافع بوركينا فاسو عيسى كابوريا على جائزة أفضل لاعب شاب، بينما حصل أليو سيسي على أفضل مدرب، ومنتخب السنغال على جائزة اللاعب النظيف، فيما جاءت التشكيلة المثالية للبطولة كما تشاهدون. مونديال الأندية في الإمارات انطلقت بطولة كأس العالم للأندية، والتي تشهد لأول مرة تجربة ما يسمى بالحكم الآلي بهدف اصطياد حالات التسلل خلال نصف ثانية فقط، مما يوفر وقتاً على حكام الفيديو، حيث يعتمد الحكم الآلي على كاميرات خاصة مثبتة على أسطح الملاعب، وسيخلق هيكلاً عظمياً متحركاً للاعبين، مما يسرع من اتخاذ القرار بعد إصدار تنبيه فوري لحكام الفيديو. وفيما يتعلق بالنتائج، وصلت البطولة لمراحل متقدمة حتى الآن، حيث تفوق الأهلي بطل أفريقيا على مونتيري المكسيكي، بينما انتصر الهلال السعودي بطل آسيا على الجزيرة الإماراتية. وفي نصف النهائي تأهل بالميراس للنهائي بفوزه على الأهلي بنتيجة 2-0، ليصطدم في النهائي بتشيلسي الذي تغلب بهدف لصفر على الهلال. وفي مباراة تحديد المركز الخامس تغلب مونتيري المكسيكي على الجزيرة الإماراتية بثلاثية نظيفة. ريان يبكي العالم. أولاً، تعازينا لعائلة الفقيد بشكل خاص، وللشعب المغربي بشكل عام، على وفاة الطفل ريان مساء يوم السبت فور انتشاله من أحد الآبار العميقة في قريته بإقليم شيفشاون بعد عملية حفر معقدة، حادثة نالت تعاطف العالم أجمع، وكان لها صدى واسعاً في الوسط الرياضي، سواء أثناء عمليات الإنقاذ أو بعد الوفاة، حيث قامت عدة أندية بنعي الطفل المغربي، ومنها برشلونة، ليفربول، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ميلان، أتلتيكو مدريد، الهلال السعودي، والأهلي المصري، كما فعل الشيء ذاته نجوم ومدربون كرياض محرز، حكيمي، ريبيري، أبو تريكا، جمال بلماضي، محمد الشناوي، بن ناصر، مبابي، وغيرهم كثر. وكان للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله موقفا رائعا للغاية، عندما أعلن عبر حسابه بإنستغرام عن إهداء عائلة الطفل ريان منزلا مجهزا بالكامل، دعما لهم جراء مأساة وفاة نجلهم. بونو أفضل أفريقي بالليغا. يواصل الحارس المغربي ياسين بونو تحقيق الأرقام والإنجازات بالدوري الإسباني رفقة ناديه إشبيليا،
ومؤخرا توج بجائزة أفضل لاعب أفريقي في جولة الذهاب للدوري الإسباني بناء على تصويت المشجعين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمسابقة. وتفوق بونو في التصويت على كل من النيجيري سامويل تشوكويزي مهاجم فياريال وزميله بالمنتخب المغربي وإشبيليا يوسف النصيري. فضيحة تكلف أوفرمارس منصبه. في هولندا وتحديدا داخل أروقة أياكس، أعلن النادي رحيل مارك أوفرمارس من منصبه كمدير رياضي للفريق الذي يشغله منذ 2012، وجدد عقده فيه مؤخرا حتى 2026. وأجمعت تقارير أن السبب وراء رحيل أوفرمارس هو قيامه بإرسال رسائل غير لائقة لزميلاته في العمل بالنادي قبل أن يخضع للتحقيقات التي انتهت برحيله. وعبر أوفرمارس في بيان رسمي نشره النادي عن خجله الكبير، واعترف أنه تجاوز الحدود ولم يكن هناك أي خيار بالنسبة له سوى مغادرة أياكس. الريال وعقدة الكأس. يبدو أن كأس ملك إسبانيا تحول إلى عقدة لريال مدريد، حيث ودع النادي الملكي البطولة مجددا بالهزيمة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف ليواصل خيبة الأمل في هذه البطولة وبالأخص خلال المواسم الأخيرة، علما بأن آخر مرة توج فيها الفريق باللقب تعود لعام 2014. والمثير أن الميرينغي الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مرات آخر 10 سنوات وصل خلال نفس الفترة لنهائي الكأس 2 فقط، ولم تكن الهزيمة تلك هي فقط ما أغضب أنصار الملكي، حيث سلطت بعض التقارير الضوء على تصرفات الويلزي جاريث بيل أثناء تواجده على دكة البدلاء بعد أن التقطته الكاميرات غير مهتم بالمباراة، كما شوهد يضحك بشكل هستيري عندما رأى زميله إيدن هازارد يعود للدكة دون أن يحظى بفرصة المشاركة رغم إجرائه بعملية الإحماء بطلب من أنشيلوتي، وهو ما جلب له انتقادات لاذعة من جماهير الفريق. تشافي يضحي بألفيس. بعد التعاقد مع ألفيس، توريس، تراوري وأوباميانغ كان لزاماً على برشلونة إضافة 3 فقط من هذه الصفقة لقائمة الفريق بالدوري الأوروبي ليستقر تشافي على التضحية بألفيس وتسجيل 3 الآخرين، ما جعل النجم البرازيلي أحد أبرز الخاسرين من تعاقدات الفريق الجديدة. وتحدثت بعض التقارير عن غضبه من قرار تشافي، لكن احتفاله بهدفه الأخير في مرمى أتلتيكو مدريد ربما يوحي بعكس ذلك. ضربة جديدة لغرينوود. معاناة نجم مانشستر يونايتد الشاب لا تتوقف، فبعد اتهامه من قبل صديقته بالاعتداء الجسدي مع نشر صور وفيديوهات توثق ذلك، قرر ناديه إيقافه تماماً حتى إشعار آخر، وأزال جميع المنتجات الخاصة به من متجره وموقعه على الإنترنت، كما اعتقلت الشرطة الإنجليزية اللاعب قبل الإفراج عنه بكفالة لكن مع استمرار التحقيقات. كذلك تم حذف غرينوود من لعبتي فيفا وبيس، ومؤخراً أعلنت شركة نايك الأمريكية الشهيرة فسخ عقدها مع اللاعب. زياش يعتزل دولياً. بعد أيام قليلة من المؤتمر الصحفي للبوسني خليلوزيتش مدرب المغرب، والذي أكد خلاله أن زياش لن يعود بقوله: لن أسمح بعودة زياش للأسود، لن أسامحه، سامحته مرتين، لن أذهب لطلب الصفح منه مثل ما فعل المدرب السابق، ليرد عليه النجم المغربي في تصريح صحفي صادم للجماهير المغربية على هامش مشاركة البلوز بمونديال الأندية، وقال: أنا مستاء من تصريحاته، هذا قراره وكما تعرفون يجب احترامه، ولكنه يكذب وأنا اتخذت قراري أيضا ولن أعود إلى صفوف المنتخب. وأعرب زياش عن أسفه للجماهير المغربية التي تطالب بعودة، وقال: أنا أتفهم ذلك وأنا أتأسف لهم، هذا هو الوضع الآن. يذكر أن زياش خاض 40 مباراة بقميص منتخب المغرب منذ انضمامه إليه للمرة الأولى في 9 من أكتوبر 2015 ضد ساحل العاج، وقد سجل دولياً 17 هدفاً. أخبار الميركاتو. البداية مع نيكولاس زولا الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل، وأعلن نادي البافاري قبل فترة أنه لا يريد التجديد، لتبدأ عديد الأندية السعي للظفر بخدمات اللاعب على رأسها برشلونة وتشيلسي، لكن بوروسيا دورتموند قطع الطريق على جميع وأعلن مؤخراً تعاقده رسمياً مع زولا لـ4 سنوات بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.
في المقابل فجرت صحيفة ديلي ميرور مفاجأة بخصوص مساعي إدارة باريس سان جيرمان لتعيين الفرنسي زيدان مدربا للفريق خلفا لبوكيتينيو، حيث أشارت الصحيفة إلى أن زيزو لا يمانع تدريب الفريق بالموسم المقبل، لكنه حدد أول مطالبه بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو مستغلا حالة عدم السعادة التي يمر بها البرتغالي مع اليونايتد. ومن زيدان ورونالدو إلى مبابي الذي رد مؤخرا على أخبار اتفاقه نهائيا مع ريال مدريد على الانتقال لصفوفه بالقول: لم أتخذ قراري بعد، أعتقد أن نتيجة القرعة باللعب ضد ريال مدريد في دوري الأبطال غيرت الكثير من الأشياء. وأضاف: على الرغم من كوني لاعبا حرا وأستطيع أن أفعل ما أريد، لكني لم أتفاوض مع الخصم أو أفعل هذا النوع من الأشياء، أنا أركز فقط على هزيمة ريال مدريد ومحاولة إحداث فارق، ثم سنرى ما سيحدث بعد ذلك. ونختم بخبر إعلان أستون فيلا في بيان رسمي انتقال لاعبه المصري محمود تريزيجيه إلى فريق باشاكشهير التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.